عندك موهبة اخوي؟ ايوه ايش؟ ابغاك تنشر لي. شو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. معك برنامج رايد جود تالنت لاكتشاف المواهب. هل عندك موهبة اخوي؟ هذا يعني هذا ابو كلثوم ولا متابعين؟ واهلا بالجميع، حياك الله. عندي موهبتنا ندق العود. تعطنا بسم الله. طلع ما يعرف يا بارد الوجه يا ابو ريحه، قهرني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك استاذي؟ طيب ان شاء الله الحمد لله. معك برنامج رائد جود تالنت لاكتشاف المواهب، هل عندك موهبه اخوي؟ موهبه الاكل. وشو؟ اكل. السلام عليكم، برنامج رائد جود تالنت، هل عندك موهبه اخوي واستاذي حبيبي؟ اي نعم موجوده، الغناء. عطنا بسم الله. شوف اذا لا تسكبني، اذا في غناء عندي موهبه ثانيه غير. ما عليك، يلا ما راح اسك. خلف الله على قلبي. ما راح احافظها. الموهبه اللي بعده. دقيقه. تلوث. هذه الموهبه الثانيه، ايش رايك؟ وش ذا؟ هذا سوسو. اسمه سوسو، عيونه ضيقه كذا ليش؟ هذا يتحرك كل مكان، هذه حربه ابحث عنها. حربه. حيوان الحربه، منفس 24 ساعه، ينام كثير. يا سلام. عيونه صغيره مره تقهر. مع السلامه. الله يوفقك. ما يتحرك كثير. حبيبي والعمر مرة يوجد للضحك. اوه ماي جاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ وشو؟ وجهك معروف بس ما اعرفك. يا جماعة الخير، هذا برنامج جديد اسمه برنامج رايد جود تالنت، اكتشاف المواهب. عندكم مواهب شيء يا جماعة الخير؟ سبحان الله، انت اخترت الناس الغلط. ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. معك فراس من الرياض. حياك الله يا فراس. معك رائد برنامج رائد جود تالنت لاكتشاف المواهب، هل عندك موهبة اخوي فراس؟ نعم. وش الموهبة؟ نعم. نعم، مو في ذاعة ترى. وش؟ الله خده. ايوه يلا يلا ورني، خلني ابى اقول واو. يلا. وشو كيف كذا؟ كيف يمه؟ طيب وش شلون؟ عطني شيء ثاني يا ساتر. شو كذا؟ شوف هنا وش عندي. كرت 7 شريه اسوي كذا. شو تصير؟ الو. طيب شوف اقاني اخر مره. ايه يا جماعه شلون كذا؟ ليش ما تستحي انت؟ وش هذا؟ هذه خفه يا اخي. ما شاء الله يما، والله اني خفت والله. طيب ابي شيء بعد، ابي شيء بعد ثاني. وشو شيء ثاني؟ يلا شوف، يمديني اعرف كرتك قبل ما تختاره. يلا يلا، انت الحين تختار 10 ديمه. قل بس يلا. والله انك ساحر، استغفر الله. ساحب انت شو كذا؟ يلا انا بختار يلا بختار. يلا اجين. ايه يلا يلا قل لي بس. بس يلا. اتوقع اطلع كرتك. لا. 7 الديم. شلون كذا؟ طيب وش بعد؟ خذها غير الورق. في عندك خذها غير الورق؟ اقرا افكارك. يلا. لا لا تكذب علي، تراني احب زي كذا انا. يلا اسمع، اختار رقم بين الواحد والخمسة. يلا. اخترت. ايه 90% بتختار رقم 3. اقسم بالله انك صادق، قسما بالله ورب الكعبة انه صادق يا عيال، والله العظيم. كيف عرفت؟ هذه سر، هذه في كلمة سرية. يما والله العظيم انك اخترت 3. بالله وش اخترتوا انتم؟ اذا اخترت رقم 3 اكتبوا الكومنت. ها طيب في بعد شيء ثاني؟ ايه. وشو؟ هذه اللي في الخاتم اللي كذا. وش هذه؟ هذه حق المفاتيح اللي يلقون فيها مفاتيح. ميدالية. ايوه هي جواز بيحين صح؟ ايوه. 1 2 3. وشو؟ كيف كذا؟ هي اجين والله انت توريني كذا. سو كذا داخلها بصبعك. سو كذا، حط بصبعك. طيب 1 2 3. هي شلون؟ والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ما شاء الله. اقولك شيء، استمر والله العظيم. قدامك مستقبل مره قوي ما شاء الله عليك، والله العظيم انك جريتني. الله يعطيك العافيه. اقبل ما اشوفك على المسارح ان شاء الله، تقدم شو اسمه، ايش يسمونه، العاب خفه. طلعت على التلفزيون الحين. طلعت التلفزيون انت راك. ايوه. لايك، لا تنسى اللايك ولا هذا فراس. زين حبيبي، مع السلامه. هذا ايش اسمه؟ الخبل. الخبل وجهك يا وجه. خلاص خلاص هنصير محترمين. اي صادق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وفي الجنه. السلام عليكم. السلام.
والله وانا اخوك ان الدنيا والله ما تسوى هالزعل وانك تكشر زي كذا. الدنيا الدنيا ما تسوى انك تزعل وانا اخوك، بس صدرك واستانس الامور طيبه. والله اني مستانس لكن حر يا اخي. صادق والله العظيم يبي لنا سفره والله العظيم. والله حر موت. اي والله يا اخي انا شفت الوجه. هذا برنامج جديد هو عباره عن ايش؟ اكتشاف المواهب. هل عندك موهبه تخليني اقول واو؟ اي موهبه؟ لا تحرك كذا تحرك خشمك خشمك شوف انا عندي موهبه تحرك خشمي شوف. تعرف كيف شوف يلا سوا شوف وش اقدر احرك مسامي يلا ورني. احسن والله احلى موهبه شكرا والله حتى اي واحد يقدر عليها والله والله اقولك شيء والله صعبه قايل لك عندك موهبه بس ما تدري. هذا البرنامج برنامج مواهب. هل عندك موهبه؟ نعم. وش الموهبة؟ موهبة الكتابة. وشلون؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ اسمع خليك ساكت. خليك ساكت. أنا بسولف مع نفسي لأن السماعة فيها صدري عندك. زين؟ أنا بسولف مع نفسي. أنا بسولف مع نفسي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ رايد. 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 لا تنسون اللايك. لا تنسون اللايك. والاشتراك. والاشتراك. فعل زر التنبيه. فعل زر التنبيه. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم بالجنة يا رب العالمين. بس اهدى شوي شوي. وعليكم السلام. انت لابس رئة ولا ايش؟ عذيبي يا يما واهي ابعد حييك. يعني الله الله جو واو المغرب ترى مغرب جنون جنون. شلونك؟ عليكم السلام والرحمة كيف الحال؟ الله حيه. يا مرحبا شلونك؟ معاك رايد جود تالنت. برنامج رايد جود تالنت عبارة عن نكتشف المواهب. هل عندك موهبة أخوي الكريم؟ معك طلال السلمي يا مرحبا. نعم وستين نعم. يلا عطنا موهبة. بسم الله 3-2-1 أكشن. على بالي ولن تداري باللي قراني والليالي سنين طويلة قلتها لي ينشيداني. شرف فيك بعد قلب الله يوفقك. قل أمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايت والشو ورا ما سافرت مع العيال. والله العظيم انت بتوجع قلبي يا بارد الوجه. من دورك بس يلا دورك. السلام عليكم. دوره عطى الجوال هذا دوره. كيف حالك؟ طيب. شو اسمك؟ يوم. وحرام من عقبة. الله الله هذه المواهب اللي انا بيها. هذا البرنامج ما ينجح الا بالاصوات هذه. السلام عليكم. افا عليك الطيب يا اخي. طلع وجهك عشان تضبط يا اخي. الله يرضى عليك يا اخي. مسدوح يا ابن الحلال. يوبا والنعمة والاخ رايد. والنعمة رايد. اهلين وسهلين زلموشي. اهلين زلموشي. يا هلا هلا وسهلا. هذا برنامج ايش اسمه؟ برنامج رايد جود تالنت لاكتشاف المواهب. انتم ثلاثة مستحيل واحد منكم ما عنده موهبة. انك تحرك كذا تسوي كذا. عندك موهبة انك تغني صوتك حلو. عندك موهبة انك يعني فهمت. يوسف يوسف هلا ايش يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ رد علي. طيب رد علي عشان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اين انت يا اخي؟ انا من السعودية. السعودية. عرفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم بالجنة يا رب العالمين. مواهبكم أهلا وسهلا فيكم. اليوم معنا مين؟ مين تتوقعون؟ فيحان بأمي عيني. الآن فيحان بينزل نظارته في هذه الحلقة عندي. فيحان نزل نظارتك. معك برنامج رايد جود تالنت لاكتشاف المواهب اخوي. حياك الله استاذ محمد. محمد عندك موهبه يا محمد؟ غناء. الله اطربنا استاذ محمد. اخي يا اخي اعذب منك. لا 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 بالعكس والله كل اذاني صاغيه لك واحب ان اتلذذ واستمتع بالليل. تفضل. اجاذبك الهوى واطرب واغني وبادلك الغرام بكل فني وشاهد صنعة الله في جمالك وحكمة الذي فيك. أحسنت والله مو طبيعي. أرحب يا ولد هاجي ولا ها؟ يلا يديد يلا يلا يا بوي. ما يصحب ما
فيصل ياب يما 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 شد حمراء شد